بعد النجاح الجماهيري الذي حققه مسلسل 5.5 للكاتبة إيمان السعيد والمخرج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح إخوان للمنتج صادق الصباح وبطولة كل من النجوم معتصم النهار ونادي النسيب ونجيم وقصي خولي، فقد خرجت آراء لإعادة هذه الثلاثية في الموسم المقبل بقصة جديدة وعمل جديد تتم كتابته بما يناسب النجوم الثلاثة، وهو الأمر الذي لاقى قبولا مبدئيا لدى الشركة المنتجة بحسب المعلومات التي حصلت عليها هذه المواقع. ولكن المنتج صادق الصباح وبالتشاور مع نجوم شركته فضلوا الخروج بإنتاج جديد وعدم تكرار نفس الموضوع، وهو ما أفضى إلى ثنائيات جديدة سترى النور في موسم 2020 من خلال عدد من الأعمال التي تتولى شركة الصباح إنتاج لموسم 2020، وما يفسر عدم إعلان النجوم المتعاقدين مع الشركة عن مشاريعهم للموسم المقبل والتكتم الشديد من قبل الشركة نفسها تجاه أي تفاصيل تخص إنتاجاتها للموسم الدرامي الرمضاني المقبل بانتظار الإعلان عن ذلك. التعاون مع النجوم خلال الفترة المقبلة باستثناء مسلسل الهيبة الذي سيتصدر بطولته النجم السوري تيم حسن، في حين ما زال التخمين هو السيد الأخبار المتداولة حول اسم الفنانة التي ستتصدر البطولة النسائية فيها.